أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأن وهنا محمدا محمد رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله الله وأن محمدا رسول الله رسول الله. هذه بنت فرنسية ترتدي الحجاب قبل ما غادي تدخل الإسلام بسنة وهي صفرة روحها، قالت لأن في الحجاب وفي الستر راحة وفي الحشمة والحجاب راحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم مسلمة جديدة دخلت في دين الله عز وجل. أنا بعتذر طبعا عن إظهارها بوجهها، بس نشر هذا المقطع مهم جدا وفيه فائدة كبيرة للمسلمين ولغير المسلمين. تعالوا نشوف المقطع مع بعض. أنا قبل الإسلام كنت مسيحية كاثوليك مولودة في إسبانيا، أهلي كلها إسبانيين. بعد كده قريت القرآن كتير جدا، وأنا كل الكلمة اللي أنا كان بقراها من المصحف كان أنا بتأكد هو دي اللي أنا عايزة، هو دي الحياة اللي أنا عايزة، والحمد لله ربنا اختارني مش أنا اخترت الإسلام، الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله، أنا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا أنا محمدا رسول الله رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. ضربوا الإسلام، فهموا الإسلام، طعنوا في الإسلام، شوهوا صورة الإسلام، لكن المصيبة اللي سلط عليهم ربي أنه من أصلابهم يخرج أمثال هؤلاء ليعلموا الإسلام. أسأل الله عز وجل زوجها يبارك فيه وأن يرزقه ذرية طيبة صالحة. اللحظات تلتحق بنا أخت فرنسية، بنت فرنسية جاءتنا من فرنسا، اسمها إيما، وقالت أختار اسم سندس. عمرها 21 سنة. أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. رسالة لبنات المسلمين، رسالة لأخواتنا، ما الدافع الذي يدفع ببنت 21 سنة لتدخل الإسلام؟ ما دفعها أيها الأحباب إلا الحب لهذا الدين؟ ها هي دروس دائما نلقن إياها من طرف هؤلاء. بالله عليك بنت، يعني سبحان الله تدمع، ما الذي يدمعها؟ ما الذي يبكيها؟ وش حاجة اللي تبكيها؟ سبحان الله، الشيء الذي يدمعها هو إيمانها بالله جل وعلا. إن الله إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه نورا. رسالة واضحة. يعني أضعف أمة الآن موجودة في العالم هي أمة الإسلام، بس أقوى أمة من ناحية الدين هي أمة الإسلام. دينها متماسك، دينها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دينها الدين الوحيد اللي بيثبت أمام الأعاصير والفتن. ديانات أخرى لما انتشرت فتنة المثلية الجنسية لقينا قساوسة في الكنائس يعقدون للرجال على الرجال ينحرفون، ويقول لك الرب بيبارك الزواج ده، وهو مثلية شذوذ، بس يقول لك الرب بيبارك. لكن الدين الوحيد المتماسك الذي لا يقبل بانحراف الفطرة ولا بانحلالها هو دين الإسلام، الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يسلمون، ما أعظم هذا الدين، إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد. دين يأبى الله إلا أن يظل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم ثبتنا على دينك واقبضنا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. I love you, Allah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم مسلمة جديدة دخلت في دين الله عز وجل. أنا بعتذر طبعا عن إظهارها بوجهها، بس نشر هذا المقطع مهم جدا وفيه فائدة كبيرة للمسلمين ولغير المسلمين. تعالوا نشوف المقطع مع بعض. أنا قبل الإسلام كنت مسيحية كاثوليك مولودة في إسبانيا، أهلي كلها إسبانيين وأهلي كله مسيحي. أنا كنت صغيرة قوي، كنت طفلة صغيرة، كان على طول بيحسس ربنا معايا، كان بيحسس أنا قريب من ربنا قوي، كان بدور عليه، كان بحب يرى كل حاجات لك بالدين، وكنت بحسس من قلبي. طبعا كان بروح الكنيسة وكل الحاجات دي، بس الوقت اللي أنا كنت عندي 17 سنة روحت الكنيسة وابتديت أعمل سؤال كتير، مفيش حد ديكتلي رد صحيح، عشان كده أنا سألت ومشيت بعيد من الكنيسة، مشيت بعيد من الكنيسة سألانا ومشيت بعيد من ربنا، وسألت من ربنا استغفر الله في حاجات حصل في حياتي كان أنا مش فاهمة. بس الحمد لله الحمد لله، كنت أنا آخر سنة في الجامعة، قريت المصحف، مترجم إسباني، وفتحت في سورة النساء، أول سورة أنا قريت. سبحان الله، حسيت ربنا جات في الوقت المناسب عشان تطلعيني من مكان، يعني مش عايزة أقولك، يعني عشان تخدي في مكان نظيف. الحمد لله. بعد كده قريت القرآن كتير جدا، وأنا كل الكلمة اللي أنا كان بقراها من المصحف كان أنا بتأكد هو دي اللي أنا عايزة، هو دي الحياة اللي أنا عايزة. والحمد لله ربنا اخترني، مش أنا اخترت الإسلام، الحمد لله. بعد كده حياتي كلها غير تفكير على كل حاجة في الحياة، غيرت لبس طبعا، الحمد لله لبست إسدال. بعد 6 شهور أنا ابتديت أقرا القرآن، والحمد لله حاولت أعمل كل اللي في إيدي عشان تمشي جنب ربنا، بس كل اللي أنا بقرب لربنا ربنا بيعمل لي امتحانات أكبر وأكتر. الحمد لله أنا لسه مسلمة الحمد لله من قلبي، وانا مقتنعه الاسلام الطريق الصح الانسان، مش معنى الدين التاني مش سهل، في حاجات صح، بس انا شايف الاسلام اخر دين. طبعا زي ما حضرتك شفت كده، الاخت بتحكي عن نفسها انها من اسبانيا، وسبب دخولها في الاسلام هو انها كانت مش مقتنعه بحاجات، وكانت بتسال عنها كتير في الكنيسه، فما كانوش بيجاوبوها باجابات مقنعه. عشان دايما بنقول لاصحابنا وزملائنا من غير المسلمين، اسالوا يا جماعه، اتعلموا، ما تسلمش نفسك حتى لمشايخ المسلمين، ما تسلمش نفسك ليهم، ما تسلمش نفسك لاي حد بيقول لك انا طريقي ده الصح. اسال يا اخي وتعلم، حرك قلبك وحرك عقلك علشان تهتدي. ربنا عز وجل وضع في قلبك جوهرة، ووضع في تفكيرك ما يرشدك إليه سبحانه وتعالى، فبلاش تعيش على المبدأ اللي بيقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإحنا برضه هنعمل زي ما هم كانوا بيعملوا. بلاش تمشي على المبدأ ده، حاول تتعلم عن دينك، حاول تسأل عن ربك، حاول تعرف هو اللي أنا فيه ده صح ولا غلط. حتى بقولك لو في شيخ مسلم بيكلمك عن الله وعن الدين برضه ما تسلملوش نفسك، اسأل وتحرى وتعلم ودور وشوف الصح وشوف الخطأ، حاول تتعلم دينك، ما تعيش مغمض العينين، ما تخافش من السؤال، ما تقولش طب ما انا افرض ان انا سالت واكتشفت ان اللي انا عليه غلط مش هقدر اسيبه، لا تقدر تسيبه. ما تقولش طب ما انا لو سبته كده الناس هتضحك عليا ويقولوا سبت دين ابائك واجدادك. حبيبي الاخره ما فيش فيها مجاملات، الاخره ما فيش فيها لعب. فالاخت هنا بتقول ان سبب تغيرها تماما وانها دخلت في دين الاسلام انها سالت في الكنيسه اسئله ومحدش كان بيجاوبها باجابات مقنعه، وابتعدت عن الكنيسه وابتعدت عن دينها تماما فتره، وبعدين بدات تقرأ
تقرأ عن الإسلام وقرأت القرآن الكريم مترجم، وكان هذا سبب في دخولها الإسلام. فهي بتحكي عن حالها وبتحكي هي إزاي أسلمت ودخلت في دين ربها عز وجل. لما أسلمت تركت إسبانيا وذهبت إلى مصر وسكنت في مصر. شفتوا مصر اللي احنا بنتريق أحيانا عليها ونقول ده احنا فقراء، ده احنا بدأنا مش لاقيين ناكل، ده احنا كذا. مصر دي بالنسبة لمن يريد أن يثبت على دين الله جنة فيذهبون إليها. تعالوا نشوف نفس الأخت وهي بتحكي عن حالها وهي لابسة بقى الإسدال وتدينت وبتحكي عن وضعها في دين الله سبحانه وتعالى وليه هي تركت إسبانيا وعايشة في مصر. أنا بعد إسلمت الحياة في أوروبا كان صعب قوي بالنسبة لي. أنا عارفة في بنات كتير بيبعتلي رسالة بيقول إحنا عايش في أوروبا فهي بلد أوروبية وإحنا عايش براحتنا وما فيش أي مشاكل خالص. طيب الحاجات دي صحيح، بس صحيح في كذا نقطة. ليه؟ أنتوا العرب بسافر أوروبا دايما أنتوا بسافر بالفاميلي بأهلك، أوكي؟ وأنتوا عندو كوميونيتي تسبورت إيتش أدرز، يعني أنتوا عندكوا ناس جنبك مسلمين زيكم، تمام؟ وأنتوا في الآخر الناس في أوروبا أنتوا بيقول خلاص أنتوا عرب، راحت عندك دينك عندك تقاليد وخلاص الناس ما مش بيشتكي، ما عنديش أي مشكلة. دي نقطة الأولى. نقطة تانية، أنا مش عربية، أنا من إسبانيا، وكان الحياة هنا كان صعب جدا. أنا لبست الترخة، بدأ أنا لبست الترخة ابتديت تشوف مشاكل كتير جدا. أول حاجة مش هينفع تستغل، وانتو مش توليليش ينفع استغل. في إسبانيا مختلف من الباقي أوروبا. في إسبانيا الناس شوية مفولين على الدين أكثر من في الباقي أوروبا. وكمان الفكرة اللي أنا إسبانية مش عربية، الناس هناك في إسبانيا بيعمل أسلوب مش كويس معايا، عشان أنا سبت ديني ومشيت في دين تاني. والحاجات دي حاجة تانية، أنا في بلدي بأسمع حاجات غريبة على نفسي، بأسمع مثلا لو بأركب تاكسي بيقول إيه ده أنت تتكلم إسباني كويس جدا، قلت أنا إسبانية زي إسبانية ومسلمة. هما الناس مش قادر فهم العلاقة من الدين والجنسية، مفيش يعني واحد ممكن بيعيه جنسية وهو مسلم. حاجة تانية، الناس ممكن بيقولي انت بيلبس قنبلة تحت اللبس دي. انا بسأل جدا الناس من بلدي بيقولي امشي من بلدي، انا اقول انا في بلدي اروح فين؟ عشان كده انا خدوا قرار انا مش هينفع اعيش في بلد اوروبية، وكمان عشان انا لوحدي اهلي مش مسلمين. وحسيت هنا في مصر انتوا المصريين انا حسيت مرتاحه معاكم هنا وحسيت مبسوطه مع المصريين زي كده عايش هنا. شكرا. زي ما احنا شفنا كده الاخت الله يحفظها بتحكي معاناتها لما دخلت في دين الله سبحانه وتعالى، كيف عانت في اوروبا البلد المتحضره، بلد الحضاره الرقي وبلد الحريات. دايما يضحكوا علينا يقول لك ده اوروبا دي الناس عايشه فيها في بحريتها يعني على اعلى ما يكون. حبيبي هم عايشين الحريه بس في ما يضاد الدين، يعني حابب تكفر مفيش مشكلة، حابب تبقى شاذ مفيش مشكلة، حابب تتجوز كلبة برضو عندهمش مشكلة، حابب تعبد جلدة حنفية وتروح ترخص الديانة تعملها ترخيص ويبقى لها بيت وعبادة والناس تروح معاك تعبد جلدة الحنفية برضو مفيش مشكلة، لكن تدخل في الإسلام تعادى وتضطهد. بعدين هي ركزت على نقطة مهمة بتقول خاصة في إسبانيا الوضع مختلف. إسبانيا تعتبر من أشد الدول الأوروبية تشددا ضد المسلمين. واللي ما يعرفش يا جماعة التاريخ، إسبانيا دي كانت اسمها بلاد الأندلس، كانت دولة إسلامية صرفة وكانت تحكم بالمسلمين على مدار 825 سنة تقريبا، لحد ما النصارى في أوروبا بتوع المحبة وبتوع أحبوا أعداءكم والله محبة حصروا بلاد الأندلس اللي هي إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا، حصروها وبعدين حصل قتال شديد وقتل المسلمين. المهم حصلت هزيمة، عملوا إيه؟ مع أنهم كتبوا معاهدة بين المسلمين اللي كانوا بيحكموا إن ما يمشوش الناس وما يهدموش دور عبادتهم والمعاهدات المعروفة. بعد ما أندخلوا إسبانيا والبرتغال وسقطت في أيدي النصارى، قاموا بعمل شيء بشع التاريخ مش نسيه اسمه محاكم التفتيش. محاكم التفتيش دي كانوا بيفتشوا في بيوت الناس على من يظنوا أنه عنده نسخة مصحف فيقتلوه، اللي كان بيتوضى كتير يقتلوه، اللي ما كانش يبعت أولاده للكنيسة عشان يتنصر يقتلوه. لدرجة أن بعض المؤرخين بيقولوا أن مضيق جبل طارق اللي بين إسبانيا وبلاد المغرب
المغرب العربي. المضيق ده تردم بالجثث للمسلمين وجثث اليهود عشان الأمانة العلمية، لأن برضو النصارى كانوا بيضطهدوا اليهود اللي كانوا في بلاد الأندلس مثل المسلمين. فبلاد الأندلس كانت إسلامية، فيها الحضارة الإسلامية العظيمة، فيها جامع قرطبة أكبر جامع في التاريخ في زمانه، فيها العلم والحضارة يعني تاريخ المسلمين ما زال موجود إلى اليوم فيها. فلما سقطت في أيدي النصارى وأبادوا أهلها ونصروهم قصرا، مش بالمحبة ولا بالدعوة، لا ده بالذبح، فالدولة دي ما زالت هي أكتر دولة متشددة ضد المسلمين، لأنهم خايفين أن التاريخ يعود مرة تانية إلى رجوع المسلمين إلى بلاد الأندلس. لذلك بيقولوا أن دولة إسبانيا والبرتغال أقل دولتين في أوروبا فيها مسلمين في أوروبا كلها، يعني ممكن فرنسا المسلمين فيها كتير، ممكن ألمانيا كتير، ممكن كده، لكن إسبانيا والبرتغال أقل أقلية مسلمة موجودين في إسبانيا والبرتغال. المهم الأخت بتعاني، يعني الناس بيقولها أنت شايلة قنبلة تحت الحجاب، اللي يقول لها أنت إزاي إسبانية وتركت دينك والكلام ده كله، دي بلد الحريات. فلذلك تقول إنها راحت على مصر، وبتقول إنها ارتاحت وهي عايشة في مصر مع إخوانها من المصريين المسلمين، هذا البلد العظيم العريق اللي طول عمره مصر دي طول عمرها حاملة لغيرها من الدول بفضل الله سبحانه وتعالى. بنكون بنعاني وبنئن ونشيل غيرنا على راسنا برضه، بنكون مش لاقيين ونقسم اللقمة التي في فمنا مع غيرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن تسمع في مصر عن حد مثلا من إخواننا السوريين إنه يسمى مقيم، أو السودانيين نقول عليه مقيم، ما فيش الكلام ده في مصر، مش من ثقافتنا أصلا. لا نقول عنهم إلا إخواننا السوريين، إخواننا السودانيين، إخواننا كذا، طالما دخل بتأشيرة الدولة فهو أخويا، يدخل بقى بإقامة، يدخل زائر فهو أخي ما دام مسلما. هذه مصر ربنا يحفظها ويسلمها من كل سوء. تعالوا بقى نشوف آخر فيديو لهذه الأخت الإسبانية التي أسلمت وتعيش الآن في مصر. السلام عليكم. النهاردة أنا عندي طلب، ممكن أنتوا حاسس طلب غريب شوية، بس دي حاجة أنا على طول دايما بفكر فيه، وحسيت النهاردة سبحان الله ده ممكن دي السبب اللي أنا فتحت الأكاونت تيك توك. في حاجة بخليني سألانة جدا قوي على طول، أنا بشايف الناس اللي بيموت، الناس كلها بروح وبيصلي بروح المقابر، والناس بيقرا قرآن عليه، دي بخليني بفكر ده اليوم اللي أنا أموت، عشان كلنا أموت، أنا دايما بفكر بمين أتيكي أصلي وراكي في المسجد، مين أتي المقابر معايا وعيرة قرآن ليا. أنا منديش فاميلي مسلم. أنا كلمت مامتي بالموضوع دي، قلت لها أنا إن شاء الله لو أنا موت هنا في مصر أنا عايزة أكون المقابر هنا في مصر، تمام، تاخد الفلوس اللي أنا عندي وتعملي مقابر هنا. أنا كلمتها وهي عارفة المعلومة دي، بس طبعا مامتي هي مش مسلمة واخواتي وكده، يعني مش هتصلي ومش هتقرا قرآن ليا. الطلب اللي انا عايز اقولكو، يعني لو احنا دلوقتي كلنا اخوات وانتو بيقولي انتو بحبيني وانا بحبكو في الله، يعني ممكن انتو اليوم اللي انا اموت يعني ممكن انتو تيجي تصلي وتقرا قرآن ليا، اكون انا مبسوطة جدا بجد، وانتو اخدت حسنات كتير اوي حسن بجد، دي حاجة انا عايزها من قلبي. شكرا. الأخت هنا شايلة هم ما بعد الموت، خايفة أنها تموت وما تلاقيش حد يقرأ عليها قرآن، ولا حد يصلي عليها صلاة الجنازة، ولا تندفن مع المسلمين في مقابرهم. حتى أنها كلمت أمها، وأمها نصرانية طبعا أخواتها، كلمتها أنها تشتري لها بفلوسها هي لما تموت تشتري لها مقبرة في مصر وتدفن في مصر، تريد أن تدفن مع المسلمين، وبتوصي الناس أنهم يصلوا عليها ويدعوا لها. هذا الدين عجيب، شوف التغير اللي حصل في قلبها، وشوف التغير اللي حصل في روحها، وشوف وصلت لفين، أنها خلاص حتى الموت نفسه عايزة تموت مع المسلمين. ليه؟ شافت ايه من المسلمين؟ ده احنا حتى مستضعفين في العالم كله، ده احنا حتى العالم كله يعني اضعف امة الان موجودة في العالم هي امة الاسلام، بس اقوى امة من ناحية الدين هي امة الاسلام. دينها متماسك، دينها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دينها الدين الوحيد اللي بيثبت امام الاعاصير والفتن. ديانات اخرى لما انتشرت فتنة المثلية الجنسية، لقينا قساوسة في الكنائس يعقدون للرجال على الرجال ينحرفون، ويقول لك الرب بيبارك الزواج ده، وهو مثلية شذوذ، بس يقول لك الرب بيباركه. لكن الدين الوحيد المتمسك الذي لا يقبل بانحراف الفطرة ولا بانحلالها هو دين الإسلام، الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يسلمون، ما أعظم هذا الدين، إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد.
دين يأبى الله إلا أن يظل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم ثبتنا على دينك واقبضنا عليه. السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.